السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم أتيتكم باللعبة الرهيبة جدا، لعبة الأكشن والجريمة ماكس بين لايت، النسخة الخفيفة من هذه اللعبة. اللعبة مضغوطة جدا وهي بحجم 400 ميجا، سوف أقوم برفعها لكم كما العادة في موقع ميجا وأيضا في موقع ميديا فاير. فكما تعرفون أن الحجم الأصلي للعبة هو حوالي 2 جيجا ونصف بعد التثبيت يعني في الهاتف، أما هذه عليك فقط بتحميل اللعبة. هي مضغوطة بحجم 400 ميجا، وبعد فك الضغط سوف تجدها بحجم 570 ميجا، حجم رائع جدا، حجم خرافي للغاية. كل ما عليك فعله هو تحميل ملف اللعبة، سوف يظهر هذا الشكل كما تشاهدون، سوف يظهر شكل رار وبحجم 400 ميجا. سوف نقوم بفك الضغط عليها هكذا، نضغط مطولا، طلع مور ونضغط على اوبن ويز. يمكنك اختيار رار او زد ارشفر، انا اختار رار، نضغط على هكذا، نضغط على السهم في الاعلى، نضغط على اوكي وننتظر ريتما تنتهي عملية التثبيت. اللعبة تشتغل بدون انترنت. بعد انتهاء عملية التثبيت سوف نقوم بالدخول الى هذا المجلد، وكما تشاهدون ها هي اللعبة. سوف نقوم اولا بتثبيت ملف الاي بي كي على هذا الشكل، نضغط على انستال وننتظر ريتما تنتهي عملية التثبيت. هذه اللعبة توجد ايضا في البلاي ستيشن 2. بعد تثبيت ملف الاي بي كي لا نقوم بفتح اللعبة، فقط نقوم بالضغط على دن. والان سوف اريكم الحجم الخاص بملف الاو بي بي، سوف اقوم هكذا مور بروبرتيز. كما تشاهدون الحجم الكامل للعبة بعد التثبيت هو 580 ميجا، حجم رهيب للغاية. اللعبة الأصلية حجمها هو كبير جدا وهو حوالي 2 جيجا و700 ميجا، لقد شرحتها سابقا. الآن سوف نقوم بنقل هذا الملف كامل كما تشاهدون على هذا الشكل، نضغط على موف ونرجع للخلف إلى الذاكرة الخاصة بالهاتف، نبحث عن أندرويد ونبحث عن أو بي بي ونقوم بعملية النقل. والآن سوف نقوم بالدخول إلى اللعبة بصفة عادية جدا، ماكس بين على هذا الشكل. إذا خرجت لكم اللعبة في المرة الأولى فقط قوموا بإعادة الدخول إليها ولا تشغلوا الإنترنت. وكما تشاهدون ها هي اللعبة الآن شغالة وهي من الشركة العملاقة روك ستارز. نضغط على نيو جيم هكذا، والآن سوف نقوم ببدء اللعبة الرهيبة جدا. وكما تشاهدون ها هي اللعبة الآن بدأت بالاشتغال. اللعبة هي لعبة انتقام، البطل ينتقم لمقتل يعني ابنته وأيضا زوجته، يعني لعبة انتقام وأكشن رائعة جدا هذه اللعبة. الآن نقوم بالدخول إليها بصفة عادية. سوف أقوم بالزيادة في الصوت. My finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back. Michelle! God, no. The flesh of fallen angels! No, 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 God, no.
Roscoe Street Station. And Alex. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. They had ended up in the middle of a big-time crime operation. Hitting Roscoe back door! The gate was locked. I would have to find another way to get to the tunnel. From nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. We gotta get moving, please! Hey! Where are you going? The control room's up the stairs. We need to go and call help. Free. This way.
Hey. Look out! شكرا لكم. سوف أكتفي بهذا القدر من اللعبة. كما قلت لكم أن اللعبة مضغوطة بحجم صغير جدا وذلك لتسهيل عملية التحميل وهي بحجم 400 ميجا. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. هذه اللعبة ستشتغل بدون انترنت وأيضا سوف تجدونها أسفل الفيديو في موقع ميجا وأيضا في موقع ميديا فاير. وإلى اللقاء في فيديو آخر.